وعائله كامله من ورا هاي العربانه؟ نعم، ايجاري 400. شلون زين؟ صاحب بنات. الله يحفظهن لك. الله يبارك فيك. خرجتهن؟ ان شاء الله حتخرجن. راح تخرجن؟ وحده بكالوريا سادس. يا الله، امتحانات السنه. اي الله يكون بعونها. بكالوريا. ثالث هم بكالوريا. ايوه، والجيش الثانيه طب. طب؟ ايه. كلية طب؟ ايوه. تسمعون؟ كلية الطب والحمد لله وصلنا على المرحله. من اللبن؟ صار لك قد مفتح هاي العربانه؟ هاي العربانه انا صار لي 10 سنوات. 10 سنوات تبيع لبن؟ ثاني ما ابقى يعني هاي، لان يعني شاف قبلها عربانه بعربانه بعدين. يعني انت كاسب عمو؟ كاسب انا. كاسب. الحمد لله. بس ايجاري شوي ثقيل. ايجارك ثقيل؟ ايوه، انا ايجاري شوي ثقيل. هذني بناتك المفروض يفتخرن. يفتخر بابوهن؟ طبعا. بابوهن؟ طبعا. ليش؟ وثاني عندنا ذكيات. ما شاء الله. انا وصلت الى مرحله ذكيات. يطلع ان شاء الله يطلع. انا دائما مسالس ادخل كليه ثانيه طب. ما شاء الله. والثالث لا، كمل دراسته، لا تحب هدفه، كل واحده لها هدف معين. ما شاء الله. شلون لك انت هدف؟ صح. انا هدفي صليت اختلفت شويه. اختلفت الامور ان شاء الله. انا اريد من الله سبحانه وتعالى اريد لي بيت واستقر، انا وعائلتي حتى ارتاح. انت مكافح. اي. اللي انت تشتغل هاي الشغله الشريفه والمتعبه وانت بعمر مو صغير. يعني انا عمري 60 سنه. 60 سنه العمر كله ان شاء الله. ووصلت بناتك لمرحله مو قليله. طب عام يا اخوان. بناتي وابوها يبيع لبن بالشارع. شغل شرف. بناتي من نوع القنوعات. قنوعات. من نعمه. شو اجيب لهن؟ ماكو تبطل، الحمد لله. ماكو تبطل. بساطه. اي ناس تعرفني كل منطقه هاي تعرف منو اني. حلو. وشو شغلتي واكو ناس قيم بالواجب الي. شكل عدل ما شكل ما ابغى. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني اكو جماعه لا يوصوني يساعدوني، بس مو كل شيء، مو كل شيء يساعدوني. اكيد اكيد. الى مراحل. أكيد. اقول انا. اللبن شلونه؟ هذا لبن بالليمون؟ لا هذا بالليمون. عشت ايدك عمو. وهذا اللبن. عشت ايدك. اخوان الاعزاء، هذا بايش كلاس؟ هذا ببلاش. هذا بنص دينار. هذا يسموه بنص دينار. تشوفون الروح المرحه والبساطه والكرم اللي كلهن اجتمعا شخصيه واحده. الناس تعرفني كل زين. معاملي من العظميه. من العظميه عليه. اي والله. نفسيته طيبه. اي هم عفوا. اتق بالله ما قلت لهم بروحوا. والله العظيم. والله بنروح. قبل هاي اليوم. انا يا جماعه كلهم خيرين والحمد لله. لحق على النص دينار. نص دينار. ابو زهراء بعد يتعامل بالنص دينار. لا وشاك. حبي قاصدين. عم اعطيني بوسه على هاي روحك الطيبه. الله يحفظك. الله يرزقك. عم ابنك طلب واحد. موجود انا. مو قدام الكاميرا الله شاهد. لا والله. بس انا اريد ادفع فلوس مال اللبن. عيب. من كرم من عندي. هاي تشوفوها بغير مكان. زين. من انت تشتري شغله وصاحب ثق بالله الحلال ما يقبل ياخذ منك فلوس. الحمد لله وشكر. الحمد لله. نعمه. الله يرزقك عمو على هاي القناعه. اغنى شيء عندي هاي. الله يحفظك عمو. قلبي حبيبي. الله يحفظك. الرجال الخيريه الموجودين. الله يحفظك. الله يحفظك. قلبي حبيبي. تعال اشتروا منه والله خوش لبن.